الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وفدي لبات كتاب كي 100 حديث للحفظ من صحيحي البخاري ومسلم حالي وحن سأقرن كنت حديث عوى والحديث 51 وقبح الابتداع في الدين إن دينك إله وحلو صدره وحفو الحن أن يتهي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قوله عائشة والنبي كوري سي قال إن ويري من أحدث قفكي كسو الدرسية وكسو الضرة في أمرنا أمر كان وهذا وكان دينك كان قفكي كسو كردية ما كسو كردية ما قاسو ليس منه أنا كمدة هين شيئا دينك إلهي كمدة هين قفكي كسو كردية فهو شيء قاس لسو زيادية محدث كأ رد أي مردود من لقو عليه على صاحبه قفك ليمت إساقا مركة لقو علينا يوحي دين لحرير متفق عليه. المداومة على أعمال الصالحة أعمال ذا وناكسا إن لجوكتيو. الحديث 52 حديث كنتني لبعض عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحير أحب الأعمال عمل هذا كون لو جعل بنا إلى الله إلهي تعالى سريه أدومها ومتك ودائمه أي صاحبها يعني صاحب هذه الأعمال أدومها مدة مد كوة تنجوكتيو أعماشا لجوكتيو وإن قل هذا يرى ذي نذر الطاعة والمعصية قفك هديء وحطاعه هديء نذره أما معصية النذر محالة غيره. الحديث 53 عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير من نذر قفكي نذره أن يطيع الله إن إلهي أطيعه شرط دياي فليطيعها أطيعه فلن تعاد إيضا مركها لقمها كنكره ومن نذر قفكي سنذر أن يعصيه إن إلهي عاصيه والله أنا تكنين والله أنا وناك سمين والله أنا يوحي لمده فلا يعصيه يعني إلهي عاصيه رواه البخاري. النهي عن سب الموتى ذاتك الدنتي إن وحلق الشيق إن لسك الريبو. الحديث 54 حديث كتاني أفراد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحل لا تصب الأموات ذاتك الدنتي وحبها كشيق إنها أفلق الدينها عين فإنهم يجي قد أفضوا وحاي أشهم من إلى ما قدم وحي هرمر سامبين عنتك وهيانا إنك وحك الشيقنا من السنن الرواتب سننت لجوكتي راتب الرواتب تاع. الحديث 55 حديث كنتني شناد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله قالت لي تري كان النبي نبي قحا صلى الله عليه وسلم لا يدع من أن كتج أربع أفر قبل الظهر صلاة الظهر كه الرئيسة يورقعتين يلا برقع قبل الغداتي أروت مركة كورس من قبل الغداتي داس وحلوف السراتي شروق أهلنا والغفة الصراع أيضا رواه البخاري في أقوال كلبة. استحباب التيمني مدكته إلا أذيك سده إني سنته. الحديث 56 حديث كنتني لحد عن عائشة رضي الله عنها قال دحيتر كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قحوها يحبك جعل التيمن إنو مدكت أذيك سده إنو مدكيسته ما استطاع إنتو كريكر في شأنه كله أرن كيسونا في طهوره مركوه شيسانه وترجله مركه وشلا يسانا يا مفارس معركة التنتي وتنعله مركه كبقى شانا اذكر الله تعالى في كل أحوالك تنوى إن إلهي حس حارض البطك الجسد. الحديث 57 حديث كونتني تضبعد عن عائشة رضي الله عنها قال دحيته كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوحوها يذكر الله كي إلهي حس على كل حاله على كل أحيانه وقت يدي سوى ضمب رواه مسلم. فضل سنة الفجر صلاة أما وفجر كسنة دي سفضلك إلا ذهب. الحديث 58 حديث كنتني سدي ذات عن عائشة رضي الله عنها وحال قولي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي كوري سي قال إنه ركعتا الفجر فجر كالذي سرقع وصلاة الصبح انت أنا لن تكن لبدرك على التكن يلا قوضاي خير وحي كونك سنتهي وكخير بضنتهي من الدنيا الدنيا دي وما فيها وحيد حيال. فضيلة الرفق إن ليسوا لمرية فضلك إلى ذهي. الحديث 59 حديث كنتني سقالات عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إن الرفق لمرنتي لا يكون ما هذا في شيء إلا زانه وقرحيا
ولا ينزع لجمسي من شيء شينا إلا شانه هو فوق الحماية أو عباية. يعني بمعنى هذه اللي بنت لقيت تروح بابا فوق الحماية كسر بحن أضو خير شيء أو وح ونعكسن شيء أيها وحلاقيا وي وده كسين هذا الكهدو كأخذ دمه ويحوى فوق الحماية أضو خير وضع يوحي لمدة من علامات الإيمان إيمانك علامات كأوليها أستامها لوجران كذا الحديث الستون حديث الإعلانات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل لا يؤمن أحدكم مثكين مر ما ينير وإيمان بوحل جمهل حتى يحب إلى وكرجع لهذا الأخيه ولالك مسلم ما يحب لنفسه أي الذي يحبه لنفسه وحن نفسه دي سلجع إليها إلى قف مسلم ولالك وكرجع لهذا إيمان كي إيمان بوحل لما يموي. متفق عليه. الصدقة أنواع صدقة ونوع يكل دون عن الحديث 61 حديث كوي الحدنات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيد ما من مسلم مجر قف مسلمة أو يغرس بير يغرسا أبور أما معناه وحيد لما تلال يغرس تلال يغرسا تلال تلال أو يزرع أما بير يزرع عن دلق بير بير ومركا فيأكل عني منه كحقيسة وحيد تلال وبير طير شمبر أو إنسان أما روح إنسان أو بهيمة أما حول إلا بحديث إذا كان له روح وحا وهاري به أرنكاس أكلها وطيرك عنه أم إنسانك عنه أما بهيمة وعنه صدقة بأو هاري سوي. متفق عليه. فضل صلة الرحم قرابة إلا حريري فضلها كسؤال روي الحديث 62 حديث الحديث اللي بعد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل من أحب روحي جعلاده أن يبسط له إن لا في رزقه رزقه وينسأ له مركان دبل وقل في أثره رات كيسة أو نقض قف كل وارد دون لكن ورسو غهر ورسنسو غهر فليصلها حرير رحمه قرابة دي سحكتدي سحريريو عين الله سبحانه وتعالى وحبر كان رزقه يقفه كان رات كيسة دنب ينسأ له في أثره وحلق وذا يؤخر في أجل أجل كيسة أي معركتي دبلوت ديجا وقول وقيل وحال يبارك في عمره عمره يسأل الله بركيا فيوفق وحال وفجي إلى الطاعات وحال وحي طاعاته يوجال إلى العمال عماشة هذا ووين من أدعية الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي قد دعين كسوحة كمد الحديث 63 حديث الحداني سدحاد عن أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي قوحة كير هذا اللهم يا الله ربنا يا ربنا آتنا نسي في الدنيا أدوينا نحذي حسنة وناك إن نغسي وفي الآخرة تيدنا بيسان حسنة وناك إن نغسي وقنا رب ونقبت بادي ونقكر عذاب النار نار تعذاب المتفق عليه. الصبر الحقيقي صبرك اللوب ماهي حقيقي الحديث 64 حديث الحدن أفراد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إنما الصبر صبرك عند الصدمة الأولى وشوق أغهرية جكت وهره قفك سو غاريسا تا يا صبر لا دها يعني marka ugu horeeyso oo khabarku marka uu qofku shock gelinayo marka way marka hadaan sabrin oo waqti ka soo wareego ma raxeynfa ma alladhi yabqa ma al mayit fi qabrihi qofka marku dhinto maxa qabrigiisa kula soo haray al hadith al 65 hadith yahay lixdan sanad aan Anas radiyallahu anhu aan nabi sallallahu alayhi wasallam قال وحر يتبع الميت ميت كوحا راعي ثلاثة سدح بقى قلبسة فيرجع ويسوال الله بتان أم فيرجع وحسوال الله بنا اثنان لبا ويبقى وحا هاري معه لجل كيسة واحد مدبع الله هاري يتبعه وحا راعي أهله أهل كيسة وماله حوله وعمله عمل كيسة فيرجع وحسوال الله بنا أهله أهل كيسة وماله حوله ويبقى وحا هاري عمله عمل كيسة والله هاري متفق عليه. الأمر بالتيسير إن وحلا فوضي إن ليتفره الحديث 66 حديث الإحداني لحاد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل يسروا فضضي ولا تعسروا هات كيننا وبشروا بشاري ولا تنفروا هديننا دتك على كلا ديننا. متفق عليه. تسوية الصفوف في الصلاة صلاة صففك إن لسمه صلاة دحدي هذا الحديث 66 حديثك أما 67 ده حديث اللي احنا نتضبط عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر سووا صفوفكم صفوفتنا توسيع صففك توسيع فإن تسوية الصفوف صففك أولى توسيعي
من إقامة الصلاة صلاة لأوغا أي كم متفق عليه. فضل الحمد على الطعام راشنك إن إله لغمها هنقى فضلك كسو أروري. الحديث 68 حديث كالحدان يتضبعت أما بل لحدان يسديدات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير إن الله إلهي ليرضى راضب كالنقض عن العبد أدونك أن يأكل إنوعون الأكلة عندي أو إنوعون أما لقمدي إنوعون وفيحمده أو إلهي أمه النقى عليها على هذه الأكلة لقمد أو عون إنو إلهي وقامه النقى أو يشرب أما إنو عبه الشربة عبيتانك وفيحمده إلهي أمه النقى عليها على الشربة عبيتانك وعبي إلهي أمه مركة وقامه النقى إلهي مركة أدونك راضب كالنقضة رواه مسلم. وجوب محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم نبي محمد إن لجعلاده واجب نماذيذ. الحديث 69 حديث كالحدين السقالات عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيل لا يؤمن أحدكم متكين مرمين حتى أكون إلى أن كأ هذا أني أو محمد أحب إليه من إسقال لجعيل بنيه من والده أفكر علي أما والدك لجعيل بنيه ولده كوى أدلي والناس أجمعين الضدر من وأن النبي كجعل الله تعالى متفق عليه. وجوب الإحسان إلى الجار درس كإن له وناك صوم فله واجب نمذيذ. الحديث 70 حديث كتضبات تناد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحير ما زال جبريل يوصيني بالجار جبريل كما نزول إنه إيدر دار من جارك يعني يبسوع العليني حتى ظننت إلا أن بموذي أنه إساق سيورثه إنه جارك دحل سين دون إلا أن بموذي إنه ليه الدون دحل كاغن وحبه كله يبسوع العليني. متفق عليه استحباب تأخير الوتر صلاة وتر كأه إن دي بلغة ديقو إنه سنتها. الحديث 71 عن ابن عمر رضي الله عنه حديث كتضبات يكواد وحلقوري ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل صلاة دين وهبينك أتو كان إيسان مدى ودا بيس يعني اجعلوا يا آخر صلاتكم صلاة دين آخر كذا بالليل هبينك أتو كان إيسان وترا يا لا وترا معناه كسوك وقبي متفق عليه. ذم سؤال الناس ضدك إيمو حلو يديستو عبين تيدا أما با هيدارين تيدا وإن لا أمانين بحديثك تلمام. الحديث 72 حديثك تضبطني لبعض عن أعني بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما زال الرجل يسأل الناس قفك كما زوليه إنه ضدك حوي ديساني ورحل يسي يدا أوكوهيه حتى يأتي إلى أكي مادو يوم القيامة تجنيد مالين تيدا ليس في وجهي حال أو وجهي سأهان مزعة لحم إير هلبة حتى وجهه دنبا مركا لغوضة في قياوي ما دام وجهي بحنيو وضدك له ارتاقناو. عقوبة من تعمد إضاعة العصر وفك صلاة عصر إنو ضيعه وقص دي أو سي بريرا أو لكع ولي ماذا أما أصم يا عقوبة أولي. الحديث 73 حديث كتضبات يسدحاد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته روح إضافة صلاة العصر صلاة عصر فكأنما وحو لم يدهي وتر أهله وتر إن مركا لدبرقوي أهله أهل كيسة وماله مال كيسة مركا وتر هو مركا وتر أهله وماله وعده كرت أما وتر لدبرقوي ومركا نائب فعلك هو ذا ما شكو جرتويها هل كان نائب فعلك أي تاي لبضا كردك ساسي كيما ذا متفق عليه. والموتور كان الدبرجو يرمن أخذ أهله روح أهل كيسة للتقي وماله مال كيسة وهو ينظر إليهم يسوق سائل له للراعي وذلك أشد لغمه تاسان مركتس وغسي الدران أضع وح أركاين لها شنتيهين إن لقى للتقو وح سهلا ما والتشبيه بذلك تشبيه سيدا سوكان لمن بقى لقو تشبهي فاتته الصلاة صلاة إضافته لأنه يتمع عليه محايا لوحا يسوقو تقي غمان لهم رقو غم الإثم دنبي مركتيسي وغم فقد ثوابي وغم فقد ثوابي يا أبال مرنتي إنو وايو لبدا مرق بعشو تكتوي. الأخوة الحقة ولا تنضلط. الحديث 74 حديث طبعا تاني أفراد عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم كأخو المسلم مسلم ككلا ولا كيوي لا يظلمه مظلمه ولا يسلمه عدو أمديبه من كان في حاجة أخيه قفك حضي جار هذا وهلا هذا
walaalkii dantii inuu ku qumo kaana allaahu ilaahay baa ahaanay fii xaajatihi qofka kanna dantiisana ilaah baa u qumaya waman faraja ruuxii fayda can muslimin muslim karba qofkii ka fayda kurbo faraja allahu canhu isna ilaah baa ka fayday karbatan oo min kurabaati yowmi alqiyama maalinkii yowmi alqiyama kurbooyinkeeda ilaahay ka fayday waman satara musliman qofkii qariya qof muslima ceebtiisa satarahu allahu yowma alqiyama isna ilaahay baa maalinkii yowmi alqiyama astureya mutafaqun caleyh laa yuslimuhu waxaa laga wadaa laa yatrukuhu maca man yu'diihi wagaga tegi maayo cid dhibaysa wuu ka furanaya walaa fii maa yu'diihi wax dhibayna wagaga tegi maayo bal yansuruhu wuu u hiilinaya waadfac canhu wuuna difaacayaa amuu ka celinaya kun fi dunya kaanaka ghariib adduunyada waxaad ku noqotaa sida qof ghariiba alxadiiثu اlkhamis wاlsabcuun xadiiثka 7 iyo shanaad cali bn cumara radi allahu canhu qaala akhada rasuul اllahi sal اllahu عalayh wasalam rasuulka wuxuu iga qabtay bimankibii garabkayga ayuu gacanta saa iga saaray faqaala wuxuu yihi kun ahaw ibn cumarow fi dunya adduunyada dhexdeeda kaanaka ghariibun qof isagu ghariiba oo musaafira noqo ama micnaha ghariib oo ku cusub oo yani oo ku keli ah oo ka tegi doono oo caabiru sabiilin ama noqo qof musaafira rawahu albukhaari aldulmu dulumaat dulmigu waa gudcora isbiirsaduu noqon doono yowma alqiyaama alxadiiثu الsaadisu wاlsabcuun xadiidka 76 عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمي ظلمات قد عروه يوم القيامة مالك يوم القيامة المهاجر إلى الله تعالى حقا قفك إلهي درتي أهجر ذي وربت أهيال به كرواك مهاجر الحديث 77 حديث تضبات يتضبات عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عيل المسلم مسلمك من وي سلم المسلمون المسلمين أي كبد بعدين min lisaani carabkiisa iyo yadihi adinkiisa iyo gacantiisaba walmuhaajir kan muhaajirka ahna man hajara qofkii ka tegay maanaha allahu canhu wuxuu ilaahay uu ka reebay rawahu albukhaari taxriimu kulli muskirin wax kasta ee maandooriyah in la xaaraantinimeeyo alxadiiثu الثamin والsabcuun xadiiث 78 can ibni cumara radia allahu anhu qala qala rasuul اllah sal alayh wasalam wuxuu yihi kullu muskirin maandoori walbaba khamrun khamr wey وكل مسكر من دوري والبنى حرام حرام وي رواه مسلم أبر البر بالوالدين بر للي ماذا كان أقو وناكسن إلى بد والدين لو قبانيه الحديث 79 حديث كتدباتني سقالت عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر البر صمفل للي ماذا كان أقو وناكسن أن يصل الرجل روح إنو حريري وي أهل ود أبيه أبيه ضدك أجعل أهل كيس يعني أبها أصحابه لها هدي أبها أدنتي أصحابتها أكتغي أصحابتها وحيسير دلان أهل كودة سيدة هذه أبها إيه هبل ما عركتي عيشو ملح وأهيان أدنو حلقة ما هي هاي ضدك أساس وكلا إن أدوانا جسيد ويب محايا الأبها دون ولان لها وفرح قليل هيد الحسد المحمود جمشاد وناكسن أما حسدك لأماني الحديث 80 حديث سيدي تناد علي بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا حسد حسد مجر إلا في اثنتين لا أري موض مغيان يعني معنى طبعا كلمة حسد سيد ويعلوست هاي أو إن حسد كسيسة وحان خير وحان شرحين موته لكن إن وحلا جانتو إن أدوح جعلاتد وقلبك وكارعو لا شيء بنقون كرا كو رجل روح آتاه الله إلهي وسيء القرآن قرآنك فهو يتلوه وأقرن آناء الليل أبين كسعديس وآناء النهار إيمان كسعديس وصو أقرن إن أده الليل أنه ويقف في عنال هذين أساس وقال أنه قارية قرآن كسو أقرن أضع أن لهين إله قرآن كمسح ورجل روح آتاه الله إله يوسي مالا حوله فهو ينفقه وحالها وبحين آناء الليل أبين كي وآناء النهار مالك كي سعلها صلا سا مركا للرواية كان لم حد فصلته الله على هلكته oon shilin bareebanayn inaad dhahdo ilaahu sida hebel oo kale suwax u bixina ana ii qadar laakiin inaadan dhihin waa ilaahu kasoo qaad maxaal marka xasadkii la diiduu noqonaya marka laa ta'kuluu bishamaa'ilikum gacmihina bidixa ku cunina alxadiiث alwaaxid waalthamaanuun xadiidka 81 can jaabir radi allahu canhu an rasuuli illahi sal allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi laa ta'kuluu bishimaali gacanta bidixa ku cunin ha ku cunina fa ina ashayaana laa ta'kuluu ha لا تأكلها كعن بالشمال قعنت بذح كعننا فإن الشيطان شيطان يأكله كعن بالشمال قعنت بذح فضل التوحيد توحيد كفضل أوليه وعاقبة الشرك
هي الشرك عربتي سحن. الحديث الثاني والثمانون حديث كسديتين اللي بعد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال وحي رده من لقي الله قفك إله لكل من لا يشرك به شيء إسوق وحبأ لو ذا جني سوق مشرك عن أنه دخل الجنة تجنب القلية ومن لقيه الروح إله لكل من يشرك به شيء حال وحلو ذا جني سوق مشركنا دخل النار نار بقلية رواه مسلم. ترك الصلاة صلاة إن لقت والشرك بالله إن إله لا شريك له. الحديث الثالث والثمانون حديث كسديتين سدحات عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك روحه إي شرك وحا أدحية إي والكفر قال لماذا يعني بمعنى وحا كليو كالهاي ترك الصلاة صلاة ألغتك هذه صلاة ألغتك خلاص وي قفكاس إنو شركي مشرك يكافر إنو نقضة أي مركة أسي بحيساو رواه مسلم. الأعمال بالخواتيم أعماشة يدو تحقلين تله وأكوة لو ختم قفك نغشيس. الحديث الرابع والثمانون حديث كسديتا يا أفراد عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحل قوله قال إنو يبعث كل عبد الضوء والبوالة صوصارة على ما مات عليه وحو كل انتال وصوصارة حالة يسوى سجوسا يسوى سجوسا يسوى رقصنا عيارا يسوى عيارا وساء كلي والعياذ بالله. رواه مسلم احذر الاتيان الى الدجالين اسك الاله كو بين الياشا بنت الشيخين ادو تكتيت. الحديث الخامس والثامن حديث كسديتن شنات عن بعض ازواج النبي رضي الله عنهن النبي صلى الله عليه وسلم هوينكي سال لغوري قار كميده امدون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اتى عرافا روحي عراف ماذا فالية ماذا وقفك شيغانا وحقرسون وعقيا فسأله عن شيء وحنا ويدية لم تقبل له صلاة صلاة لك أقبل ما 40 ليلة أفرتا هبيل صلاة داس ما نكتي كرو وفي ذمتي لكن لك أقبل ما. والعراف الذي يدعي علم الغيب وميتك شيغانا وحقرسون وضوضون هم مرام عيدها كينا وتصبح الروح ومحضون أهل إيمان ومحديقها يشكو أدي عقوبة المصورين قوة صوراية عقوبة إلينا. الحديث السادس والثمانون حديث كسديتني لحد عن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أشد الناس ذاتك كان أقدر عذابا عذاب عند الله إله أكتي إلا يشكو عذاب يوم القيامة كو أقدر المصورون كو حصورون. متفق عليه. فضل آخر آيتين من سورة البقرة لبدأ آيات عودن بفضلك إلى ذهي إن لا أقريه. الحديث السابع والثمانون حديث كسديتني تدبعد علي بن سعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقوري قال إنه من قرأ بالآيتين قفكي أغري لبدا آيات ومن آخر سورة البقرة آخر كذا هذا وهذا في ليلة هبين قفكي أقريه كفته ويكفلين. روح البخاري قيل كفتاه ويكفلين وحلق هذا من قيام الليل هل قيام الليل كنت كان لها تاسع كفلا. وقيل وحل من الشيطان مي شيطان كي كغفلين. وقيل وحل من الآفات مي وحل وحي آفات إذا باتوين بكغفلين. ويحتمل من الجميع انت لنبا وصورت قال إنه مركان نقطة مرك كفتاه داس إن مرك هذا قيام الليل كي أن لا أدن لفتر كذا محايلة قيام الليل وعمل رأي لكن من الشيطان سيد النصوص تكلا إتاجير سي ولا ليه كرا وأنا صرت قال سيد المؤلف كله أنتم بين النقط تحريم ولعن المؤمن يقفك مؤمنك إلا لعن نظر العايو إن حرامته. والحديث الثامن والثمانون حديث كسديتني سديدات عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي لعن المؤمن يقفك مؤمنك إلا لعن نظر أما العايو أما الأفلقات ديو أما رحمة إله اللي قفه كقتله سجد لك سلم يتهي لا تحتقر معروفا وحوناك هيا ريسا وها حقير. الحديث التاسع والثمانون حديث كسديتني تضباد محمد لجي سديتني سكالات عن أبي ذر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن هيا ريسا من المعروف معروف وناك ودنب شيئا يعني وناك لما يريسه وح مركا يريسي قلما ولو أن تلقى أبد لك ولنت ذي أخاك ولا الكا بوجه وجه طلق فرن أضحت على الأقل أنت يرم أوقفك كلا أدو العدين أم الصونة حتى أنت لفتك كذا وناك أن لدي السنكرم. رواه مسلم. فضل الدعاء للأخي
qof walaalkaa in loo duceeyo ama aada u duceysay bidahri alghaybi, isagoon kula joogin wey bidahri alghaybi, qofkii uu kaa maqan. Alxadiid at-tiscuun, xadiidka sagaashanaad, can abi darda radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam, wuxuu yihi maa min cabdin muslimin, ma jiro qof muslima, addoon muslima, kaasoo yadcuu u duceynaya liakhiihi, walaalkii, bidahri alghaybi, isagoo ka maqan u duceynaya, ilaa qaala almalaku, malagi baa wuxuu yidhahda walaka adiguna waxaad leedahay bimithlin, kaasoo kale waxaad tiri ilaah qofkaa waxaasi adna allaha kusii, ilaah qofkaa murugta ka qaad, adna allaha kaa qaad, ilaah qofkaa maaragtay barakee, adna allaha ku barakee, malaku dhihi wey. Min fadaa'il alfiqhi fi ddiini, diinta ilaahay in la barto fadaa'isha ay leedahay. Alxadiidu alwaaxid waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo koowaad, can mucaawiyata radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, man yurid illaahu, qofku ilaahay la doono, bihi ruuxa isaga khayran, qofku ilaahay khayr la doono, yufaqihu, wuxuu fahamsiyaa fi ddiini, diinka. Muttafaqun calayhi. Assunnatu cinda samaaci almuadini, muadinka markuu adimayo, marka la maqlo maxaa sunna ah. Alxadiidu athani waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo labaad, can abi saciid alkhudri radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, idaa samictumu nidaa'a, adinka markaad maqashaan, faquluu, waxaad tiraahdaa mila maa yaquulu almuadin, muadinka wuxuu leeyah kala dhaha allahu akbar allahu akbar ilaa inti dee kala duwan mooyaane marka xaycalateynka ay gaarto kale, walaa xawla walaa quwata marka in la yihahdo. Ta'kiidu taxiyati almasjidi, masjidka marka lasoo galo salaantiisii oo ah labada ragca la tukanayo oo laysku adkeynayo. Alxadiidu athaalith waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo saddexaad, can abi qataadata radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, idaa dakhala axadukum almasjid, midkiin markuu masaajidka uu soo galo, falyarkac, ha tukada ragcatayna laba ragcadood, qabla an yajlis, intuusan fadhiisan ka hor. Muttafaqun calayhi. Adhaakiru, kan xusaya, lirabbihi, rabbigiisa dhe, iyo wannaasi, kan halmaansan, lirabbihi, rabbigii saas way marka lirabbi labadu kacma fadhi xukumkoodu wuxuu yahay adhaakiru wannaasi, kan ilaahay xusaya, kan xusaya, iyo wannaasi, kan halmaansan lirabbihi. Alxadiidu alraabic waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo afaraad, can abi muusa alashcarii radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi mathalu alladii yadkuru rabbah, ruuxa ilaahay xusaya tusaalihiisa iyo mathalkiisa, iyo walladii, midka laa yadkuru rabbahu, rabbi aanan xusaynin, mathalu alxayi, waxay la mid yihiin mid nool iyo walmeyiti, mid dhintay. Mathalu alxayi iyo walmeyiti, mathalu almeyiti aktharu annicami tadiican, nicamta ilaahay oo addoomadiisa ugu galladaysa kuwa loogu dayacaad badan yahay. Alxadiidu alkhaamis waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo shanaad, cali bni cabaasi radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sala allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi nicmataani, laba nicmo, maqbuunun fiihimaa, way garab marsan yihiin, kathiirun, dad in fara badan, min annaasi, dadka way ku kadsoon yihiin, yani way ka hoos baxdaa meeshaad ka dhihilaado, waa la kadi, yani maqbuunun fiihimaa, way ka hoos baxdaa, kathiirun min annaasi, dad fara badan bay runtii ka hoos baxdaa oo kama fara qabsadaan. Kow asixatu, caafimaadkii, walfaraaqu, iyo qofka in uu faraaq u hayo, uu firaaqa u hayo. Fadlu tacliimi alqur'aani, qur'aanka in la maaragtay la baro, iyo wa tacallumihi, in la barto. Tacliim waa barid, tacallum waa barasho. Alxadiis asaadis waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo lixaad, can cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sal allahu alayhi wasalam, khayrukum, waxaa idinkugu wanaagsan, man tacallama alqur'aana, qofka qur'aanka bartay, wacallamahu, dadkana baray. Rawahu albukhaari. Walaalkii, khayriyadu ma xasilaysa ilaa dadka aad ka bartid qur'aanka. Ilaahay dadka waa inaad bartaa, laakiin ana xaafidi keliya maaha. Min fadaa'ili alwuduu'i, weysada fadaa'isha ay leedahay. Alxadiidu asaabic waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo toddobaad, can cuhmaan ibni cafaarin radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi man tawadaa, qofkii weysaysta, fa axsana alwuduu'a, weysadana wanaajiya, kharajat, waa ay baxaysaa, khataayaahu, gafafkiisa, min jasadihi, jirkiisa ka baxaysa, xataa takhruja, ilaa ay xataa ka baxdo, oo gafafkaasu iyo dembiyadaasu ay ka baxaan, min taxti adaafirihi, cidiyihiisa hoostooda xataa dembiga ku jira, waa raacaysa. Rawahu Muslim. Fadlu salaati alcishaa waalfajri fii jamaaca, salaada cishaha iyo salaada subax in lagu tukado jamaaco, fadliga ay leedahay. Alxadiidu athaamin waaltiscuun, xadiidka sagaashan iyo siddeedaad, can cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu qaala qaala annabiyu sal allahu alayhi wasalam, nabigu wuxuu yidhi man sallaa alcishaa, qofkii tukada salaada cishaa fii jamaacatin, jamaaca ku tukada, fa ka'annamaa, wuxuu la mid yahay, qaama nisfa alleyli, habeenka barkii isagoo istaagay,
ومن صلى الصبح قفكي صلاة صبحت كذا في جماعة كنت كذا فكأنما قام الليل وحلم ده سوى استاغي هبينك كله دمانتي يعني عشاء دا جماعة كنت كتن حالي يعني إلا هبين بركي إنا صلاة تاقنيت هدي فجر كأت كنت كتن أدو هبين كنا تاقنا بعض اللي كان تاوي روح مسلم. فضل الصيام الست من شوال لحظة مع الموضة بيش الشوال إن الله صوم فضل يكسو أرار الحديث التاسع والتسعون الحديث التاسع والتسعون حديث كسجاشا إيا سجالات عن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان قفكي بالرمضان صوم ثم أتبعه كدمن الراعية ستا لحو من شوال راعية بيش الشوال كان وحو هذا صون كاسو كصيام الدهر صون يعني سنة صونكي ولم أقولك ما رواه مسلم. فضل الصدق في طلب الشهادة في طلب الشهادة قفك إن أكر الشيغة إنه شهادة إنه شهيده إنه كر الشيغة فضل إلى هذا الحديث المئة حديث كبقلات عن سهل بن حنيف قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله قفك إلهي ويديسه الشهادة شهادة قفك إلهي ويديسه بصدق صدق ويديسه بلغه الله إلهي وحو جارسية منازل الشهداء تتك شهداء درجات كذو جارسية وإن ما أتهاب كل انت على فراشي إسوه قويشي سفدي بعد انت رواه مسلم. القاوح عن نقول لما هذي بقولك حديث عاوه شاني لواتنك بش أبريل وكوب بيغان مالين إسنين أهنا أفر لاتنك صوما ما أرى مالين حدا عندها مالين 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 وحال عرد وحال مقرن سنين بامسوق المصامة كنا بيغان شان لواتن كبشا رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى كنا أفر بقلي أفرتانيو كنا بقلي أفرتانيو سدح دي وفي عندي المركولي مركة إلهي سبحانه وتعالى هنو أنفعه بلانتو حيتهي إن دوش الله قيبة بإذن الله سبحانه وتعالى وبالله توفيق الله فيك. الله فيك. فتح الله عليك.